يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا جماهير النادي الاهلي الكبيره والعظيمه. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه السادسه، حلقه نهايه الاسبوع. الحقيقه يمكن كل ما بنقرب من المباراه بتزداد الحقيقه يمكن حماسه الجماهير، وكان في رغبه طبعا من انه يكون في حضور جماهيري. بالتاكيد طبعا الاهلي ممثل مصر في بطوله دوري الابطال، واللي رافع ومشرف اسم مصر في كتير من المحافل على كل المستويات، الحقيقه يستاهل انه يكون لي حضور جماهيري في المباراه. مش بس فكره مكسب وخساره، والموضوع مش موضوع كوره، ورجالتنا ونجومنا نسور الجزيره اللي قدروا يلعبوا الترجي على ارضه وسط جمهوره ويكسبوه قادرين كمان يعملوا ده في القاهره. لكن في النهايه نتمنى ان شاء الله باذن الله انه الساعات القليله اللي جايه يكون فيها انفراجه في الملف ده، والاهلي يستاهل حضور جماهيري. وبالتاكيد طبعا دعم الجماهير مش بس في الاستاد، لكن حتى يمكن للاعبتنا وهم على بعد ايام بسيطه جدا من واجهه الترجي، حاسين قد ايه جماهير النادي الاهلي بتساند وبتدعم وبتآزر فرقتها. وحتى لو الاستاد كان فاضي بالتاكيد الجماهير هتكون بتساند بكل الاشكال. اهلا وسهلا بحضراتكم، كلام كتير في حلقه النهارده الحقيقه على الميعاد النهائي، بدايه طبعا لبطوله دوري الابطال. هل هيشهد تغيير؟ هنجاوب على السؤال ده ونتكلم بالتفصيل. هنتكلم كمان على مصير مشاركه سداسي الاهلي في اولمبياد طوكيو، وكمان هل من الممكن انه يشارك معاهم كابتن محمد الشناوي. كلها موضوعات مطروحه النهارده، وبما انه حلقه العالمي هي حلقه يوم الاربعاء دايما في السادسه، بالتاكيد هيكون معانا تغطيه مميزه جدا لليورو اللي لسه لغايه اللحظه دي ما سخنتش. يعني الحقيقه ما شفناش الكوره اللي كنا منتظرينها على قدر الاسماء والمنتخبات والنجوم اللي بتشارك. يمكن مباراه وحيده حسيت انه دخلنا في اجواء المنافسه وقدمنا فيها كوره حلوه، كانت طبعا بتجمع بين البرتغال وبين المانيا. النهارده عندنا مواجهه ناريه، كانت سيناريو او كلاكات لنهائي النسخه الاخيره من اليورو، مواجهه بين البرتغال وفرنسا، اثنين او الحقيقه منتخبين بيضموا كتيبه كبيره جدا ومهمه جدا من الاسماء ومن النجوم. نتمنى انه يعني يكون لقاء يليق بالاسماء الموجوده وبالتشكيله اللي بيضمها كل من المنتخبين. هنتكلم على اليورو، هنتكلم كمان على كوبا امريكا. والحقيقه يمكن خليني بس قبل ما ندخل في اجواء اليورو افكركم بسؤال حلقتنا اللي هيكون مستمر مع حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحه الاهلي تي في. مين هم افضل ثلاث لاعبين من وجهه نظركم من النادي الاهلي في مباراه او اللي شاركوا طبعا في مباراه الاهلي والترجي الاخيره؟ والفرصه متاحه للاجابه على مدار حتى الويك اند، سؤال مستمر ان شاء الله لغايه ميعاد مباراه الاهلي اللي جايه ان شاء الله باذن الله يوم السبت الساعه 9 على ملعب الاهلي والسلام. نراجع مع حضراتكم نتائج ماتشات اليورو امس في الجوله الثالثه. كرواتيا واسكتلندا، كرواتيا تتفوق بنتيجه 3-1، وتشيك وانجلترا، انجلترا تؤكد صدارتها للمجموعه وتهزم او تفوز على تشيك بنتيجه 1-0. النهارده في اليورو ماتشات الجوله الثالثه هيكون ميعاد حضراتكم الساعه 6 مع سلوفاكيا في مواجهه اسبانيا، والسويد في مواجهه بولندا. في المجموعه السادسه المجموعه الناريه، المانيا في مواجهه سهله تضمن بيها التأهل من خلال مواجهتها للمجر، ولو ان المجر يمكن استفاقت امام فرنسا. والمواجهه الناريه مواجهه من العيار الثقيل زي ما بيقولوا البرتغال وفرنسا الساعه 9 مساء. اما في كوبا امريكا جوله رابعه هتكون الاكوادور وبيرو، وهيكون موعد المباراه في الساعه 11 مساء. حب الناس الحقيقه يسوى كتير قوي، ويمكن في المواقف الصعبه وفي الازمات بيظهر قد ايه لما تكون بتتكلم على جمهور عظيم زي جمهور النادي الاهلي، دعمه ومساندته لنجومه حتى لو كانوا مش بيمثلوا النادي الاهلي او حتى لو تركوا المستطيل الاخضر. طبعا حاله حب، مظاهره حب الحقيقه لعماد متعب، ربنا يطمنا عليه ويشفيه، وان شاء الله يا عمده ازمه وهتعدي. لكن بالتاكيد حب الجمهور وحاله الدعم اللي حاصله، المظاهرات اللي حاصله على السوشيال ميديا والملايين اللي بيدعوا لك في كل مكان، ان شاء الله باذن الله تكون يعني دعم كبير جدا، وان شاء الله باذن الله نطمن عليك في اقرب فرصه. الف سلامه يا متعب الحراس. لعماد لعبت خط حلوه، عماد مره ثانيه بيدور يمين، عماد متعب، عماد مزعج، عماد مؤلم، عماد 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 عماد.
أكيد طبعاً الكرة علمتنا أن مفيش مباراة محسومة مقدماً، مهما كانت المقدمات ومهما كانت التحليلات والآراء والتوقعات، وقول زي ما تقول ومفيش أدلة على ده الحقيقة من الدربيات المصرية التونسية وتحديداً الأهلي ومجموعة كبيرة من الأندية التونسية. ماتشات كتيرة جداً يمكن الأهلي ما قداش فيها أو ما قدمش فيها مردود كبير وتعثر في القاهرة وقدر أو تمكن بعد كده لاحقاً من الحسم. حصل ده في نهائي دوري الأبطال مرة مع الصفاقسي، وحصل كتير حتى مع الترجي. واللي شاف وتابع حتى النسخه دي من دوري الابطال وشاف التوقعات والتحليلات والاراء اللي كانت بتصب في مصلحه فريق زي الوداد وهو بيلعب على ارضه ومرشح للحصول على اللقب وهو بيقدم مباراه ولا اروع، ورغم كده كانت النتيجه الخساره من كايزر تشيفز. اللي عايز اقوله انه مفيش شيء ممكن انك انت تقوله انه محسوم بشكل اكيد ومقدما مهما كانت نتيجه الشوط الاول او نتيجه مباراه الذهاب. وعلى هذا الاساس الحقيقه يمكن يكون فرقه الترجي عندها الحافز او الدافع والطموح المشروع انها تحقق نتيجه ايجابيه قدام الاهلي في القاهره. قلت لحضراتكم كمان اللي ممكن يزود من صعوبه اللقاء والمباراه انه فريق بحجم الترجي هيجي هنا عشان يلعب النادي الاهلي وهو ما عندوش شيء يخسره، وده ممكن يخلي عنده القدره او الرغبه في المغامره كبيره جدا، وده سيناريو ممكن يصعب المباراه. على كل الاحوال ازاي بيشوف الترجي او بيستعد الترجي لمواجهه الاهلي المنتظره في القاهره، والاهم كمان ازاي بيفكر المدير الفني للترجي معين الشعباني في اللقاء اللي بالنسبه له لا يقبل القسم على اثنين. مقدمات اللقاء ده وحتى ما قبل مواجهه النادي الاهلي بتقول انه الحسابات بالنسبه لمعين الشعباني ومستقبله مع الترجي يعني صعب الى حد كبير، وبالتالي المخرج الوحيد ليه هو انه يعدي من النادي الاهلي، وده الشيء اللي ما نتمناهوش طبعا للنهائي. خلينا نعرف اكتر ازاي بيستعد فرقه او بتستعد فرقه الترجي لمواجهه الاهلي من خلال اتصالنا بواحد من نجوم الكره التونسيه، طبعا تالق مع المنتخب التونسي وايضا مع فريق الترجي، نجم الترجي السابق كابتن زياد التلمساني. كابتن زياد مساء الخير واهلا بيك طبعا معانا على شاشه النادي الاهلي، برحب بيك. وبداية ازاي شفت اللقاء الاول او الشوط الاول من مواجهة الاهلي والترجي في رادس وخسارة الترجي التونسي على ارضه وبين جمهوره 1-0 من النادي الاهلي؟ اولا مساء الخير للاخوة في مصر، مساء الخير للرياضيين الكل والاخوة المصريين. انا فرحان جدا باستدعائكم لي في البرنامج هذا، وان شاء الله يكون يعني برنامج ونكون في مستوى تطلعاتكم، ونحاول بكل ما عندي من جهد باش نتكلم على المقابله هذه اللي هي يعني مقابله كبيره في افريقيا على مستوى الكره الافريقيه ما بين فرقتين كبار برشا اللي هما الترجي الرياضي التونسي والاهلي. المقابله نتاع الذهاب انا تفرجت فيها في ظروف طيبه لاني كنت في على سفر، و دونك تفرجت فيها على الايفون نتاعي، يعني لازم تفهم اللي الظروف كانت صعبه، ولكن مقابله نتاع الفريق نتاعي ما كنتش نقدر نفرط ما نتابعش المقابله، ولهذا تابعت حاولت نتابع رادهات 90 دقيقه. فعلا كانت مقابله مش سهله بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي نعرف انه منذ 3 أسابيع خرج من كاس تونس وقعد من غير مقابله، يعني ما عندوش الريتم نتاع المقابلات لمده 3 أسابيع. نادي الاهلي معناتها فريق كبير جال تونس، الترجي الرياضي التونسي حاول زاد يلعب ويؤدي مقابله فوق الميدان، كانت المقابله صعبه للفريقين. نتصور ان الترجي ما كانش مؤهل 100% باش يخوض المقابله هذه على جميع المستويات، ولكن فما يعني دوره ثانيه في القاهره، وتعرف الفريق الكبيره كيما الترجي الرياضي التونسي يعني شيء لا شيء مستحيل على الترجي، والمستحيل ليس ترجيا بالتاكيد. كابتن زياد نحن بس خليني اسمع وجهه نظرك، يعني تحليلك او رؤيتك للمستوى اللي ظهر بيه الترجي. هل الاسلوب اللي لعب بيه معين الشعباني المدير الفني، هل مستوى اللاعبين او مستوى الاداء بتاع اللاعبين ما كانش على المستوى، ولا قوه النادي الاهلي هي اللي اجبرت الترجي على الظهور بهذا المستوى؟
لا انا نتصور المردود نتاع الترجي ما كانش في تطلعات محبين الترجي الرياضي التونسي، وما كانش في تطلعات جمهور العريق نتاع الترجي الرياضي التونسي لعدة اسباب. تعرفوا انه الترجي الرياضي التونسي الفريق اللي هز بيه اخر بطولة نتاع افريقيا، خرجوا منه العديد من اللاعبين الاساسيين على غرار البلايلي، على غرار فرانك كوم، على غرار بن محمد، العديد من اللاعبين المؤثرين. والفريق اللي هزينا به كأس رابطة أبطال عام 2018 غير الفريق اللي موجود اليوم بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ولهذا فما المدير الفني حقه عمل يعني العديد من التغييرات ليتأقلم مع اللاعبين اللي عنده اليوم، لأنه الهوني ليس بالبلايلي، والبدري عام 2018 ليس بالبدري عام 2021. هذا ما يعنيش وأنه اللاعب فقد مؤهلاته ولا تغير، لا، لأنه السنة الفارطة وقت اللي تم انتقاله إلى الدوري السعودي معناتها فقد الإشعاع نتاعو، ما كانش يتمرن 100 100، وقعد يمكن 3 ولا 4 أشهر من غير تمارين. ويعني هذا بالنسبة لي أنا عادي جدا، وأنه البدري ما يكونش في مستوى 2018 لأنه عدى موسم صعب وصعب جدا. زاد على هذا العديد من اللاعبين فقدوا المستوى نتاعهم، كيما كوليبالي ماهوش كوليبالي نتاع 2018. فكان معناتها على الإدارة الفنية أن تلقى حلول جديدة ليظهر الترجي بمستوى طيب، ليظهر الترجي بالمستوى اللي نستناو فيه الكل كرياضيين، كترجيين، كأحباء بتاع الترجي الرياضي التونسي. فبالطبع الترجي لم يكن في يومه، لم يكن في مستوى تطلعات جمهوره، لم يكن في مستوى تطلعات أحبائه. زاد على هذا النادي الأهلي قام بمقابلة طيبة على المستوى التكتيكي، كان موجود معناتها الانتشار بتاعه كان طيب، تحس فريق الأهلي يلعب بثقة على الميدان. نعرفوا الفريق الأهلي معناتها فريق كبير، ماهوش الفريق اللي يجي الرادس ويتمهمش ولا يفقد إمكانياته، لا، فريق يعرف ايش يعمل حتى في الصعوبات، وصارت النتيجة هذيك. ونحن كابتن نحمد زياد، ربي اللي ما تسمح كانتش لي النتيجة تكون، نحن النتيجة كانت تكون أثقل أكبر يمكن من على كده. الترجي صحيح الأهلي. صحيح، الأهلي يمكن كان صاحب فرص أكتر، كان صاحب خطورة أكبر، لكن الأسماء اللي حضرتك ذكرتها على مستوى الأفراد، يعني حضرتك اتكلمت على حمدو الهوني، اتكلمت على أنيس البدري، اتكلمت على كوليبالي، إحنا كجمهور نادي أهلي بنشوف إنه الثلاثة دول أو ثلاثة أسماء دول تحديدا ممكن يكونوا الأعمدة الأساسية أو مصادر الخطورة الحقيقة لفرقة زي فرقة الترجي أمام النادي الأهلي. إذا كانت الأسماء دي بعيدة عن مستواها أو مش جاهزة للمواجهة زي ما حضرتك اتكلمت، مين ممكن يصنع الفارق في لقاء العودة اللي بعد يومين؟ والله بالنسبة لي أنا كرة القدم راهو هي لعبة، مش لعبة فردية، هي لعبة جماعية. فبالنسبة لي أنا اللي يصنع الفارق هو المجموعة، بالنسبة لي أنا اللي يصنع الفارق هو المجموعة. في وسط المجموعة تنجم تلقى تألق نتاع لاعب ولا اثنين اللي هما يجموا يعملوا الفارق، ولكن بالنسبة لي أنا ديما نتكلم على مجموعة، نتكلم على يعني مجموعة تكون حاضرة فنيا، بدنيا، وتكتيكيا. نحن بدنيا يعني ما كناش 100% في احسن مستوى بدنيا، فسرت لك لانه الترجي الرياضي التونسي قعد 3 اسابيع من غير يعني مقابلات رسميه، وهذا يؤثر على مردود اللاعبين بدنيا. تكتيكيا يعني الخطوط نتاعنا ما كانتش قريبه لبعضها، وما كانتش الترجي الرياضي التونسي ما نجمش يضغط على النادي الاهلي، خاطر طب حضرتك الترجي الرياضي طيب التونسي يلعب في رادس. خليني اكلمك على الطريقه اللي ممكن انه معين الشعباني المدير الفني للترجي يكون بيفكر انه يواجه بيها النادي الاهلي في لقاء العوده، وخصوصا طبعا اللقاء على ارض النادي الاهلي. حضرتك قلت ان في بعض العوامل اللي ادت لتفوق النادي الاهلي، وما اعتقدش ان العوامل دي ممكن تتغير في خلال اسبوع. ازاي ممكن ان معين الشعباني يفكر في الطريقه اللي هيلعب بيها قدام النادي الاهلي؟ هل تتوقع انه يلجا مثلا لتغيير في التشكيله اللي واجهت النادي الاهلي في لقاء الذهاب؟ هل تتوقع انه يلعب بنفس طريقه اللعب، ولا يكون في رغبه اكتر في المغامره؟ ازاي بتشوف اسلوب او طريقه تفكير معين الشعباني في لقاء العوده؟ اسمعني، في ظرف نتاع اسبوع ما تجمش تصير تغييرات كبيره في ظرف نتاع اسبوع، ما تجمش تصير معجزات في ظرف اسبوع.
باش يجي مدرب. المدرب ماهوش ساحر، راه ما عندوش عصا سحريه في ظرف بتاع يومين ولا ثلاثه مفهوم باش يبدل الفريق ويكون فريق في مستواه يولي فريق في مستواه. انا شنو نقول لك؟ نقول لك المردود نتاع الترجي يتعدى بالحضور الذهني، لازم اللاعبين يتكتلوا مع بعضهم ويرجعوا معناتها يمثلوا القوه الضاربه نتاع فريق الترجي الرياضي التونسي هذيك. دونك لازم هنا تحضير ذهني كبير برشا للاعبين اللي باش يلعبوا. انا ما تكلمتش مع معين الشعباني وما نعرفش كيفاش باش يخوض المقابله وشنو هي الاسلحه اللي عنده. نعرف الفريق الترجي كيفاش، شنو اللاعبين اللي عنده وشنو الاسلحه اللي عندنا نعرفهم، ولكن هل معين عنده فكره تكتيكيه وعنده يعني تكتيك معين لخوض المباراه؟ اكيد. ولكن اهم حاجه نقوله انه اللاعبين الحل، وانه اللاعبين يكونوا في امخاخهم في ذهنهم محاربين، لانهم ماشيين يلعبوا في القاهره ضد فريق منتصر عليهم في تونس هدف لصفر، فلازمهم يكونوا ذهنيا حاضرين ويحطوا في مخاخهم اللي يعني المستحيل، معناتها ماهوش ترجي، مستحيل ليس ترجيا. بقينا هذه مقابله تاع 90 دقيقه، انا مانيش باش ننكر واني مقابله صعبه على الترجي الرياضي التونسي، ولكن غير مستحيله. صحيح. إذا كان الترجي يعرف يلعب بذكاء، يكون الصفوف، يكون يعني الخطوط نتاعو يعني قريبه لبعضها، لانه باش نلعبوا ضد الاهلي ما لازموش الخطوط نتاعنا بعاد، لازمنا نضغطوا على الاهلي، الشيء اللي ما قمناش به في المقابله نتاع الذهاب. ما فما حتى ضغط، شفتوا اللاعبين الوسط نتاع النادي الاهلي كيفاش يعني يتحولوا بالكره 20 30 متر، شفتوا اللاعب اليون كيفاش خذا الكره 30 40 متر وهو تقدم، معناتها من مناطق الى مناطق الترجي الرياضي التونسي، واعطاه يعني تمريره حاسمه للمهاجم نتاع محمد الاهلي. شريف، فالترجي الرياضي التونسي الوسط الميدان ما قامش بالضغط والخطوط كانت بعيده على بعضها، ولهذا يصعب وصعب علينا في المقابله نتاع الذهاب باش نقلق الاهلي ان شاء الله. المقابله هذه انا نقول لك الحل يعني في التضامن نتاع اللاعبين نتاعو، لازم اللاعبين نتاعو يرجعوا يمثلوا القوة يعني كابتن زياد. الذهنية اسمح لي، انا مش بس وقوة الانتماء، مش عايز ادخل في التفاصيل الصغيرة، لكن بشكل عام تتوقع انه الترجي في القاهرة هيلعب جيم مفتوح، هيلعب مباراة هجومية، ولا هيقفل فيها ويأمن فيها مناطق دفاعاته ويلعب مباراة دفاعية ويكون عنده امل في هجمة مرتدة، ولا ممكن ان هو يلعب مباراه متوازنه؟ يعني بشكل عام طريقه او اسلوب تفكير معين الشعباني في خوض لقاء بالتاكيد مدرك تماما انه الناحيه المعنويه وتكاتف اللاعبين امر مهم جدا خصوصا في اي ظروف صعبه، لكن انا بتكلم على الشكل اللي ممكن يلجا له بشكل عام معين الشعباني. اوكي، هو واضح، هو مش لازم واحد يكون يعني عالم كبير في كره القدم باش يعرف كيفاش بتكون المقابله، لانه الترجي الرياضي التونسي هو نحن منهزمين هدف لصفر، فلازمنا نمشيو للقاهره ونحاولوا نسجلوا. واضح، نتصور انا وانه معين ماهوش باش يدخل المقابله يعني ب 100% باش يشوف المقابله كيفاش تمشي المجريات، يحتمل اربع دراج خمسه 20 25 دقيقه تشوف المجريات، لانه اذا كان الترجي الله لا يقدر يقبل الهدف، نتصور العمليه تولي يعني صعيبه جدا على الترجي الرياضي التونسي. فنتصور انا وانه معين باش يحضر الفريق نتاعو، نشوفوا مجريات اللعب، الهجوم نتاع الدفاع نتاع النادي الاهلي، ونشوفوا نحاولوا نسجلوا، ولكن نحاولوا باش نسجلوا مع معناتها الحذر الثاني، ولازم ما نسمحش نقبلوا معناتها اهداف، لانه اذا كان نقبلوا هدف المأمورية تولي صعيبه برشا. فنتصور يعني الطبيعه والطبيعه نتاع التفكير نتاع معين ما نجمش يبعد برشا على الشيء اللي قلت له. في رايك او في تقديرك، ردود الافعال على خساره الترجي من الاهلي في تونس ممكن يكون ليها اثر سلبي ولا ايجابي؟ انا بتكلم على مستوى ردود افعال الاداره بتاعت نادي الترجي، على مستوى الجماهير، على مستوى الاعلام الرياضي، وعلى مستوى السوشيال ميديا، هل تتوقع ان يكون ليها تاثير سلبي او ايجابي على الترجي قبل مواجهته للاهلي في القاهره؟ شنو اللي عنده تاثير سلبي؟ شنو اللي عنده تاثير سلبي؟ يعني بعتقد انه بعد الخساره كانت ردود الافعال الى حد ما في تونس صعبه على اسمع، الترجي الرياضي التونسي راه قوته في جمهوره.
الترجي الرياضي التونسي، انا معناتها من اللي عمري 10 سنين نلعب في الترجي الرياضي التونسي، ونحن تربينا وطلعنا وترعرعنا مع الضغط. اي جمهور الترجي الرياضي التونسي جمهور يعني كنز بالنسبه للفريق نتاعو. رانا نحن اليوم نحكيو على فريق عايش في بلاد فيها 11 مليون نسمه، ينافس في فريق عايش في بلاد فيها 100 مليون نسمه. وتشوف جمهور الترجي الرياضي التونسي يعني عنده حب انتماء كبير وكبير جدا. فالجمهور هذا يضغط على الفريق نتاعو، يضغط على اللاعبين نتاعو. انا نتصور ان اللاعبين مستانسين بالضغط هذا. تبقينا الضغط لازم يكون ايجابي مش يكون سلبي. اذا كان الضغط يولي سلبي ويأثر سلبيا على مردود اللاعبين، وقتها ما فماش ربح. ولهذا اللاعبين في الترجي الرياضي التونسي اللي ما عندوش قوه في ذهنه، ما عندوش قوه في قلبه، لا يقدر ان يكون لاعب في الترجي الرياضي التونسي. لان الكلنا تعدينا بالظروف هذه، والكلنا تعدينا بصعوبات، والكلنا تعدينا يعني بمقابلات اللي ما نجحناش فيها وصار ضغط علينا. ولكن بقوه الانتماء نتاعنا وقوه حبنا للفريق وقوتنا الذهنيه اللي تربينا بها وربيتنا بها الترجي، معناتها نجمنا نتعداو الصعاب هذه، ونجمنا نتعداو المقابلات هذه. فنتصور تقريبا اللاعبين الصحيح فما تأثير، ولكن إن شاء الله التأثير يكون إيجابي بالنسبة لي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن زياد المساني طبعا على وجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله بطاقة التأهل تبقى للأهلي المصري. والحقيقة يمكن تعليقا على جزئية ال 100 مليون وال 11 مليون، أبدا لم تكن بالتعداد، وإذا كانت الصين بقت قوة عظمى أو الهند بقت قوة عظمى، لكن في النهاية تبقى الكواليتي وتظل الكرة المصرية والتونسية الحقيقة، والأندية المصرية والتونسية يعني الحقيقة ليها بصمة كبيرة جدا في الكرة الأفريقية، ومفيش أدل على ده من مشاركة الأهلي والترجي وحتى الوداد المغربي في السنوات الأخيرة ووصولهم للأدوار المتقدمة في بطولة دوري الأبطال. كلام أكتر الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم على مصير نهائي دوري الأبطال في حالة إن شاء الله نتمناها إنه الأهلي يكون طرف فيها، إزاي ده ممكن يأثر على فرص السداسي الأهلاوي في منتخب مصر الأولمبي، وأيضا على مشاركة محمد الشناوي. آخر مستجدات فيما يتعلق بمشاركة مصطفى محمد ومحمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في السادسة، بس بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. أولا طبعا أرحب بدكتور وليد الحديدي ضيفي النهاردة في السادسة، طبعا ضيفنا اللي بيتألق دايما في يوم العالمي. النهاردة هنتابع ونشوف ونقرأ كده أرقام اليورو اخبارها ايه. مساء الخير دكتور وليد. مساء الفل. اهلا وسهلا منورنا. تسلم ربنا يخليك. جوله يمكن او يعني دور اول ودور مجموعات مش ممتع بالدرجه الكافيه بتهيالي، نتمنى ان الدنيا تزداد سخونه في، واعتقد بقى كل واحد هيقدم او هيرمي كل اوراقه الفتره اللي جايه. طبعا احنا كنا متوقعين من الاول ان يعني الحرب الكرويه هتبدا من دور ال 16، المستوى بيتصاعد من جوله لجوله، لكن طبعا احنا لما بنستنى اليورو 4 سنين، كل 4 سنين والمره دي استنيناها 5 سنين، فبنكون مستنيين احتراق كروي فاكيد هيحصل ده من دور ال 16. قبل ما ندخل في اليورو اسمح لنا نطمن على الاهلي. النهارده تاني ايام التدريب، طبعا حضراتكم عارفين يومين راحه بعد العوده من تونس، وامبارح تمرينه والنهارده تمرينه، وبكره ان شاء الله الفرقه تدخل معسكر مغلق. هيكون معانا زميلنا من داخل النادي الاهلي شريف شعبان، نعرف اخبار المحاضره النهارده مستر موسيماني وكمان التمرينه بتاعت النادي الاهلي اهم تفاصيلها. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي العزيز احمد، وبضيفك الكريم طبعا دكتور وليد الحديدي وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. الحقيقه يمكن نطمن منك على تمرينه النهارده، مستر موسيماني اتكلم مع اللعيبه، اعتقد كان في محاضره فنيه يمكن قبل التمرين، تفاصيل التمرين، مشاركه نجوم النادي الاهلي في تمرينه النهارده. يمكن التمرين كان في الخامسة مساء، وكان حريص الأسطورة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب يكون موجود في مران النادي الأهلي، تحفيز وتشجيع من رمز كبير طبعا هو الكابتن محمود الخطيب اللي بيتابع التمرين لحظة بلحظة من أول بداية المران إلى الآن. التمرين الآن شغال في مرحلة التكتيك، ومستر أو كابتن محمود الخطيب حريص إن هو يتفرج على المران عشان يحمس طبعا اللاعبين طبعا لما بيكون موجود الكابتن محمود الخطيب بالنسبة لهم حاجة كبيرة جدا، كله بيحاول يعني يلفت نظر الكابتن محمود الخطيب، كل بيحاول يظهر لكابتن محمود الخطيب بيفرق حماسيا وتشجيعيا للاعبي النادي الاهلي، ويبقوا مرتاحين بلغه الكوره ما بيكون موجود طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي لسه موجود في مران النادي الاهلي الان. الاهلي بدا مرانه في الخامسه مساء، وكان في محاضره فنيه استمرت حوالي 20 25 دقيقه، مستر موسيماني مع اللاعبين، محاضره فيديو اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف لفريق الترجي التونسي، حفظ ادوار كل لعيب في النادي الاهلي محتاج منه ايه الفتره المقبله
قابله، حفظ له ادواره وبعته لمحللين الاداء، الاثنين محللين الاداء الموجودين، بعت فيديو لكل لاعب علشان خاطر يحفظ دوره في الفتره المقبله. مطلوب من لاعبي النادي الاهلي مذاكره دوره في التابلت او الايباد الخاص بيه من النهارده وبكره، مرورا بقى الى مباراه يوم السبت. بكره هيكون في معسكر بعد نهايه المران في احد الفنادق في مدينه نصر، والتمرين يوم الجمعه، وباذن الله باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. النهارده حضر يمكن سفير دوله كوريا الجنوبيه، يمكن لف في النادي الاهلي، كان حريص يكون موجود مع رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في جلسه، وكان حريص يكون موجود في ملعب التتش عشان خاطر يشوف الانشاءات، وكان عاجبه جدا الانشاءات داخل النادي الاهلي، قال لك مزيج ما بين الانشاءات الحديثه والطابع الاثري القديم او الانشاءات القديمه جدا، كان عاجبه جدا انشاءات النادي الاهلي وعراقه استاد التتش طبعا وفريق النادي الاهلي. بعد قليل باذن الله هيكون معاك لقاء خاص وحصري لشاشه قناه النادي الاهلي. المران لسه شغال، كل اللاعبين في مران اليوم. وزميلي احمد، انت اتكلمت من فتره عن فتره الاجازه الست ايام، والكل كان متخوف، وسمعتك كنت بتقول لجماهير النادي الاهلي ما تقلقوش، مستر بيتسو موسيماني عارف بيقول ايه، عارف بيدي اجازه ازاي، في مخزون بدني موجود عند لاعبي النادي الاهلي، وبالفعل كلامك كان صح، كلام كل الناس اللي اتكلمت في قناه النادي الاهلي كان صح، ما شاء الله المخزون البدني بتاع لاعبي النادي الاهلي بخير، النادي الاهلي زار فنيا وزار بدنيا بشكل كويس جدا طبعا. يا رب باذن الله بس التوفيق يكون معانا طبعا. النهارده كل اللاعبين بيشاركوا في المران باستثناء بيكهام باستثناء محمد محمود، لكن باذن الله بعد المباراه باذن الله يكونوا موجودين بصفه منتظمه مع لاعبي النادي الاهلي باذن الله. باذن الله التوفيق بس يكون موجود، وباذن الله باذن الله باذن الله نفوز على فريق كبير هو فريق الترجي التونسي ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، شكرا جزيلا. دي كانت تفاصيل تمرين النادي الاهلي، وتاكيدا يمكن على الكلام بتاع شريف، وهسمع راي طبعا دكتور وليد. احنا اعتقد من الناحيه المعنويه ومن الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه اظهرت المواجهه الاولى انه في تفوق واضح لصالح النادي الاهلي، ده معناه حاجه او ممكن يترجم حاجه او ممكن تقرا انه ده تفوق يؤدي نتيجه معينه؟ لا، ما اعتقدش ان كل العوامل دي ممكن تحسم نتيجه مباراه العوده، اعتقد انه احنا في حاجه بس مسه الى التركيز الكامل، والتوفيق طبعا يكون في يكون يومنا زي ما بيقولوا بلغه الكره، اعتقد ساعتها ان شاء الله باذن الاهلي قادر على تجاوز الترجي، ولا ايه دكتور وليد؟ طبعا متفق معاك. طبعا المباراه الاولى ما نقدرش طبعا باي حال من الاحوال نقول ان هي حسمت صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه، لكن هي اكدت قدره النادي الاهلي على الصعود، وده بيفرق كتير جدا طبعا. الصعود بيعلن وقت صفاره الحكم مع نهايه المباراه الثانيه، لكن الاهلي اثبت انه قادر على الصعود وانه قادر على الحفاظ على لقبه، واثبت انه لسه يمتلك القوة، بل كمان شكل النادي الاهلي وطريقه سيطرته على المباراه وسيطرته على الكوره وتحكمه في الايقاع، لدرجه ان يعني انا شفت بعض الاحصائيات لارقام قياسيه في عدد تمريرات الاهلي في بعض اوقات المباراه وانت بتلعب على رادس وفي ظل حضور جماهيري طبعا، وفي ظل رغبه فريق قدامك وفريق كبير ومع ترجي فريق كبير وفريق ممتلئ بالنجوم. انا ضد فكره التقليل من قوه الترجي، لان الترجي فريق قوي، فريق قوي عنده نجوم في كل الخطوط واصحاب خبرات وفكره ان وشفنا له شفنا له في النسخه دي عروض محترمه جدا في دور المجموعات تحديدا، كان يعني عنده قدره يعني الحقيقه كسب انه يكسب جوه ارضه وبره ارضه، تصدر مجموعته باريحيه كبيره. يعني اقصد اقول ما تقدرش تقول انه دي نسخه، اصل في ناس كتير جدا بتقول لك الترجي ده مش الفرقه اللي كانت مدججه بالنجوم، او مش هو اللي حصل على لقب البطوله في 2018، ويمكن كان معنا كابتن زياد المساني بيقول انه الجيل ده مختلف عن الجيل ده، بس انا شايف الحقيقه انه في عناصر كتير جدا مميزه، يمكن المقدمات اللي حصلت قبل الماتش كانت ليها تاثير سلبي، يمكن قدره موسيماني تكتيكيا التفوق على في التفوق على معين الشعباني ساهمت في وجود افضليه للنادي الاهلي، الناحيه البدنيه اعتقد كانت عنصر حسم، يعني في حاجات كتير ساهمت في ده يا دكتور وليد. هو انا عجبني الثقافه المزروعه في اذهان لاعبي الاهلي سواء من جانب الجهاز الفني او من جانب اداره النادي الاهلي، ان انت الاهلي وصل لمرحله انه بيلعب جوه ارضه زي ما بيلعب بره ارضه. فكره ان الضغوط اللي ممكن النادي يتحملها هو بيلعب خارج ارضه في افريقيا اللي كنا بنشوفها زمان، اللعيبه وصلت لمرحله من الثقافه الكرويه بين قوسين ان هي بتقدر تزيح كل هذه الضغوط وتلعب مباراه جيم كانه بيلعب في استاد القاهره، كانه مزبوط. بيلعب في استاد الاهلي والسلام. ال- 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 الثقافه دي احنا كنا مفتقدينها في الكره المصريه، ومن كام سنه بدانا نشوفها بشكل واضح في النادي الاهلي، وشفناها كمان بدايه من دور المجموعات، يمكن بدايه الاهلي في دور
دور المجموعات ما كانتش على المستوى المطلوب، لكن هذه الثقافه هي اللي خلتهم مثلا يروحوا يعودوا بفوز من الكونغو، رجع لهم تاني الحضور في المجموعه والاداء الرائع قدام سان داونز في بريتوريا، ثم الاداء فوق الرائع قدام الترجي في تونس. كل دي تفاصيل بتصنع بطل، والاهلي اوريدي هو بطل هذه النسخه. اتمنى ان النادي الاهلي في مباراه العوده باذن الله انه يلعبوا كان، وانا متاكد ان ده هيحصل، بس احنا لازم برضو نقول الكلام ده ولازم يعني ننادي بيه ان خلاص الجيم الاولاني خلص وانت بتلعب كانها 0-0 وبتلعب انسى الماتش اللي فات خالص من الصفر، وده اكيد اللي هيعمله لعيب النادي الاهلي ويجهزهم ان شاء الله. النقطه الاخيره بس فضل معلش فضل. ان أنا من خلال رسالة زميل شريف طبعا أنا لاحظت أن في تركيز كبير، لأن في بعض المواضيع المصارة حاليا في الوسط الكروي اللي لها علاقة بالنادي الأهلي، اللي هم أهم موضوعين، موضوع الأولمبيات واللعيبة اللي ممكن تشارك في الدورة الأولمبية من النادي الأهلي، وهل هتشارك ولا مش هتشارك، ولو وصل النادي الأهلي مباراة نهائية وغيره، والقصة الثانية طبعا القصة الثانية اللي هي الخاصة بالحضور الجماهيري، وأن كان في أمل كبير عند لعيبة النادي الأهلي أن هي تلعب وتصعد إن شاء الله للمباراة النهائية قدام جمهور يا رب، يعني أتمنى ده. لكن القضيتين أنا لاحظت من خلال الرسالة أن هم مش مسار احاديث جانبيه، كل الناس مركزه في تمرينها، كل الناس مركزه في مباراتها، وهو ده الاهم بالنسبه لي كمتابع بعين الصحفي او بعين الناقد. صحيح، هو الموضوع مش موضوع مكسب وخساره، الموضوع مش موضوع كوره في المقام الاول والاخير، وزي ما قلت في بدايه الحلقه لو كنت حضرتك متابعنا انه الفرقه اللي كسبت الترجي على ارضها وسط جمهورها قادره هنا حتى ولو بدون حضور جماهير انها ان شاء الله تحسم المواجهه، لكن الفكره يعني ناحية معنوية أنك أنت تدعم ممثل مصر في بطولة أفريقيا، والحقيقة الأهلي ما بيأثرش أبدا، دايما رفع اسم مصر ومشرف مصر في كل المنافسات قارية وعالمية، عشان كده بقول أن الولاد يستحقوا أنه يبقى في يعني دعم معنوي ليهم، وأعتقد أنه الأهلي يعني 5000 ولا 10000 حضور جماهيري مش هم اللي هيعملوا الفرق، لكن إحساس اللعيبة أنه في ملايين بتقدم لهم الدعم حتى وسندهم ووقف في ظهرهم حتى لو مش موجودين في الاستاد، ده الحقيقة اللي يمكن يكون الدعم الحقيقي اللي وصل لهم. وفي بعدين مهمين، أول بعد أن دي خطوة أولى لعودة الحياة، يعني العالم كله بيحاول دلوقتي انه يرجع الحياة لطبيعتها في المدرجات، فدي قد تكون خطوة أولى لو حصل، وان احنا نرجع شكل الحياة الطبيعية ولو بأعداد محدودة نقدر نسيطر عليها. والخطوة الثانية ان دي كمان طبعا انت عارف في اتجاه عند الدولة المصرية دلوقتي ان كل الشعب ياخد اللقاح الخاص بالكورونا، وان كل الشعب يكون محمي لان هو دي وسيلة الحماية الوحيدة طبعا بالنادي من خلال شاشة قناة الاهلي، ان الناس كلها تكون حريصة على ده في مصر. فانا مثلا جالي رسائل والله لسه يعني النهاردة من بعض جماهير النادي الاهلي يقولوا احنا كنا حريصين ان احنا نسعى في شغلنا ان احنا ناخد اللقاح لما عرفنا ان في احتمال ان النادي الاهلي يلعب بجماهير عشان يكون عندنا فرصه نحضر فايفنت زي ده او حدث زي ده، مباراه للنادي الاهلي قبل النهائي، هتشجع ناس كتير جدا ان هم يعني احيانا بتكون مباراه كره قدم اقوى من 100 رساله اعلاميه. صحيح، فهي دي البعدين اللي حابب اتكلم فيه، لكن طبعا في الاخر هي الجهات الامنيه والسلطات الصحيه اكيد عندها الرؤيه الاوسع، احنا بس بننادي وبنتمنى ان شاء الله باذن الله. طيب خليني بمناسبه كلامك عن سداسي المنتخب، اعتقد انه كابتن شوقي في موقف لا يحسد عليه، كابتن شوقي غريب طبعا مدير فني لمنتخب مصر الاولمبي، ليه الكلام ده؟ بدايه في يعني بدايه مبشره، حضراتكم عارفين ان الاتحاد المصري خاطب الاتحاد الافريقي عشان يبقى في تغيير في موعد مباراه النهائي بتاع دوري الابطال تحسبا، لانه ان شاء الله باذن الله ونتمناها كذلك طبعا الاهلي يوصل المباراه النهائيه، المباراه النهائيه كانت متحدد لها يوم 17. يوم 17 معناها انه سداسي الاهلي في المنتخب الاولمبي ومعاهم محمد شناوي اللي كابتن شوقي عنده رغبه في انه يضم البعث المنتخب الاولمبي في طوكيو مش هتشارك في الاولمبياد. ليه؟ لانه الفقاعه الطبيه اللي اقرتها اللجنه المنظمه لبطوله الاولمبياد طوكيو قالت انه الميعاد الاخير هو يوم 17 لدخول الفقاعه، وده معناه انه لو لعيبه الاهلي لعبت يوم 17 مش هتقدر تسافر وتدخل مع البعثه، وبالتالي يحرم المنتخب الاولمبي. الكاف وافق مبدئيا، وده يعني بدله خير، ونتمنى ان شاء الله باذن الله. اعتقد احنا كده في انتظار موافقه الترجي، لا الطرف الثاني اللي هو الوداد او لانه كازر ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي طرف، يبقى الوداد او كازر تشيبس، وفي الحاله دي من الممكن انه النهائي يتلعب يوم 15، وده ان شاء الله يحل المشكله من ناحيه. لكن على الناحيه الثانيه دكتور وليد كده عندنا صلاح
وكده عندنا مصطفى محمد احتمال كبير جدا، لان الانديه سواء جلاتا سراي او ليفربول رفضوا مشاركه النجمين المصريين مع المنتخب الاولمبي. هو طبعا ده كان واضح من بدري، واحنا كنا بنحاول يعني نخدع انفسنا ونقنع نفسنا ان محمد صلاح هيكون موجود في قائمه الاولمبياد. خلينا نبدا بالنقطه الثانيه الاول. لكن ده كان صعب جدا، حتى اتيتيود محمد صلاح لما رجع مصر وسافر الاجازه وسافر الغردقه، وكان في اجواء بعيد خالص عن مجال انه يدخل بقى تاني معسكر اعدادي ويلعب اولمبياد في شهر 7. فكان واضح جدا ان ليفربول موصل رسائل او رساله تلو الاخرى من خلال حتى الاعلام الانجليزي والمواقع المحسوبه والقريبه من مصادر القرار في ليفربول، ان ما فيش هتكون اي موافقه على سفر محمد صلاح. وكذلك الحال حظه بقى مصطفى محمد ان جلطة سراي اضطر يدخل دور تمهيدي في بطوله دوري ابطال اوروبا، وكمان هتكون مباراه صعبه قدام بي اس في ايندهوفن، فلازم طبعا فاتح تريم مستحيل يتنازل عن صفقه هو شاريها عشان تدعمه من الاساس في دوري ابطال اوروبا لما يصعد. فالموضوع طبعا اعتقد اعتقد انه على مستوى الاثنين لعيبه، اعتقد انه كمان عندهم هم الاثنين دوافع وطموح كبير للمشاركه في الـ في الـ في الـ في الاولمبياد. يعني بيتهيألي اي لاعب بيحلم انه يشارك في كاس عالم او بيشارك في اولمبياد لو كان عنده الفرصه او منتخبه متاهل، وبالتالي بيتهيألي الدوافع دي موجوده عند صلاح. وبيقال انه في محاولات من ناحيه صلاح نفسه مع اداره ليفربول لاقناعهم بان هم يسيبوه يشارك مع منتخب مصر الاولمبي. صلاح طبعا بيحمل امال من نوع خاص، لان صلاح لسه لحد دلوقتي عنده فرصة انه ينافس على توب ليست مثلا في افضل لاعب في العالم او البالون دور. وصلاح عنده تارجت انه لو عمل انجاز مع منتخب مصر في الاولمبياد يعوض لانه ما عملش انجاز مع ليفربول السنة دي. فيقدر يدخل نفسه لو كان احد نجوم الدورة الاولمبية. وكذلك مع مصطفى محمد طبعا هتكون لاول مرة، او لو حقق ميدالية مؤكد طبعًا. وكذلك طبعًا الحال بالنسبة لمصطفى محمد، وجوده يرفع من اسهم منتخب مصر في تحقيق ميدالية ان شاء الله. نتمنى المحاولة دي تنجح. خليني اروح مع حضراتكم ومع دكتور وليد زيارة سفير كوريا الجنوبية النهاردة سيد هونغ جين ووك لنادي الأهلي. يمكن لقطات شفناها أثناء جولة من لحظات بياخدها في نادي الأهلي. خلينا نشوف تفاصيل اللقاء ونرجع نكمل كلامنا بقى عن اليورو مع دكتور وليد الحديد. بنرحب بمعالي سفير كوريا الجنوبية في جمهورية مصر العربية وبالتحديد داخل النادي الأهلي، وعاوزين نعرف سبب زيارة معالي السفير داخل مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة. They are asking, they are first welcoming you and then they are asking about the reason why you visited the Ahli club today. Well, definitely I knew about this, I mean, esteemed club since my arrival here in Cairo, but I didn't know, you know, how to come here. But definitely thanks to the fact that I do have a wonderful friend like Nihal and her mother, I was privileged to visit this wonderful club. It's a good, I mean, very lucky day for me. But I really wanted to visit, you know, Al Ahli club very much. هو بيقول ان هو ما كانش يعني كان سمع عن النادي الاهلي اكتر من مره من اول ما جه القاهره، بس ما كانش عارف ازاي يجي. وبعدين بيقول شكرا لصديقتي نهال ولمامتها ان هم سهلوا لي الزياره. قابل النهارده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وطبعا رئيسه الاسطوره كره القدم ورئيس نادي القرن الكابتن محمود الخطيب. عاوز اعرف انطباعه بعد زياره الكابتن محمود الخطيب. Today you met Captain Bibu. What is your impression about the meeting? Fantastic. He is the virtually the I mean most famous national football hero of Egypt. And he's so humble and he's very still very handsome and healthy man. And we talked about the possible cooperation between Al Ahli and Korean football professional football club. So it was a very impressive and very privileged for me to meet with such an Egyptian national hero and to talk about the possible cooperation between my country and Egypt in the field of football games. So it was a unforgettable moments of my life. Thank you. دي كانت اوقات لا تنسى. هو مبسوط جدا من قعدته مع كابتن الخطيب، واتناقشوا في امكانيه ان هو يبقى في تعاون ما بين السفاره وما بين الناشونال تيم بتاع كوريا ما بين الناشونال تيم بين الناشونال تيم بتاع كوريا وهنا والنادي. وهو سعيد قوي بالوقت ده. يعني
بعد ما يعني زار النادي الاهلي وشاف دولاب بطولاته والملعب التاريخي ملعب التيتشي وزار النادي الاهلي وشاف كل معالم النادي الاهلي، انطباعه ايه عن النادي الاهلي بصفه الانشائيه والعراقه والتاريخ اللي موجود في مقر الاهلي بالجزيره؟ After visiting Al-Ahli Club and seeing the buildings under construction and the buildings that are constructed already and the historical places and building, what are your impression? Yeah, I was surprised to see that it is mixed with very old buildings and new ones, and some buildings are still under construction. By the way, it has a wonderful like combination of old and new. And what is unbelievable, what is very surprising, is to see that all. We will repeat the same question again. Right. So yes, I was surprised to see that there are also very, historic buildings, and there are also new buildings and buildings still under construction. But I can see a very good combination of old and new. But what is most impressive is that I was able to see that every facilities is open to the public, open to your members, very friendly environment in order to retain the loyalty and popularity among your members. I think everything should be open to them. For example, while the Al Ahly players are practicing here, people can see them practice. This is something very great. So I love this kind of very open and friendly environment. هو مبسوط قوي ان البيئة هنا هي فريندلي جدا، صديقة جدا، وان هنا الجمهور ممكن وهو قاعد يتفرج على التيم وهو بيتدرب، ودي حاجة جميلة. وحابب ان هم فاتحين كل حاجة، يعني النادي مفتوح بشكل كبير للجماهير بتاعته وللأعضاء بتاعته ومشجعين الأعضاء بتاعتهم. ومبسوط ان هو شايف كل البيلدينجز العريقة دي وكل الانشاءات العريقة دي، ومبسوط كمان من المزيج اللي ما بين الحضارة والحاجات القديمة، يعني مثلا زي صالة راتب هنا هي قديمة، شايف برضو حاجات تانية انشاءات جديدة وحديثة. بس عاوز اعرف بقى اخيرا النادي الاهلي في كوريا، انا عارف قال لي شعبية كبيرة في دولة كوريا الجنوبية، عاوز اعرف مدى شعبية النادي الاهلي في كوريا الجنوبية، وهيكون حريص انه يشجع النادي الاهلي في محافله القادمة وهو متواجد في جمهورية مصر العربية ولا لا؟ اوكي. He is asking about the popularity to what extent the Ahli Club is popular in Korea, and if you would encourage or watch Ahli Club during their next matches. Yeah, definitely. In Korea also, Egypt is well known to Korean people, and we know that Egypt is a very strong football nation, but of course, many people do not know exactly about Al Ahly and Zamalek. But since there are more than like 1,000 Korean people living here in Cairo, when they go back to Korea, they say about the very big match between Al Ahly and Zamalek. So it's getting more and more popular. But for Egyptian football, everybody knows Mohamed Salah playing at Liverpool. So Egyptian football is very popular in Korea. لعبة الكرة أو مصر معروفة بلعبة كرة القدم. ممكن يكون الكوريين مش عارفين الأهلي والزمالك يعني بالتحديد، بس مثلا في هنا عدد كبير من الكوريين في مصر، هم عارفين إن مثلا بيبقى في ماتش مهم للأهلي والزمالك، فهم بينقلوا للكوريين هناك إن في ماتش مهم للأهلي والزمالك. الكوريين عارفين محمد صلاح كويس قوي. بس تمام، بنرحب بيه في نادينا نادي الاهلي، وبنتمنى له التوفيق، ونتمنى الزياره تتكرر مره ومرات كمان. He is thanking you and welcoming you and hoping for you to have a good visit and to replicate your visit. Thank you very much. شكرا جدا. شكرا. ضرب نار النهارده فرنسا والبرتغال، ضرب نار، خصوصا ان الموقف لغايه دلوقتي في اللحظه في المجموعه
اللي يعني اطلقنا عليها مجموعه ناريه لم يحسن بعد، وخصوصا بعد طبعا فوز المانيا على البرتغال بنتيجه 4-2 اصبح الموقف متازم ومش معروف لغايه اللحظه دي مين اول ومين ثاني، وخصوصا كمان ضيف على ده انه لقاء بين البطل والوصيف ولقاء خاص جدا بين امبابي وبين رونالدو. ازاي بتشوف اللقاء النهارده دكتور وليد؟ طبعا يعني اللقاء منتظر طبعا يعني ام المعارك، هي دي ام المعارك الكرويه. احنا كنا قبل البطوله مستنيين المباراتين اللي هتجمع الاولى بين فرنسا والمانيا، او الثلاث مباريات فرنسا المانيا المانيا البرتغال برتغال فرنسا. صحيح. لان هي دي مجموعه الموت، واحده من اصعب المجموعات. انت فاكر انت قلت مين هيتاهل؟ فاكر طبعا. فقلت فرنسا والمانيا. تمام. بص هو لسه التوقع قائم، فربنا يستر النهارده. لسه النهارده في كراسي موسيقيه. انا بص يعني الزمايلي في الاعداد والاخراج وانا داخل قالوا لي كله متسجل. ايوه هنجيبه لك الحلقه الجايه. صحيح. فربنا يسر عشان انتوا ما بتنسوش. هو لغايه اللحظه دي عندنا اسبانيا سلوفاكيا 2-0 اسبانيا، وعندنا بولندا والسويد 1-0 لصالح السويد، وعندنا بالليل بقى المجر المانيا بيتهيألي. ولو ان المجر الحقيقه عملت نتيجه كويسه قدام فرنسا المرشح الاول البطوله عدت مع 1-1، تتوقع ان يكون في مفاجات برضو مع المانيا؟ المجر انا الحقيقه كنت متوقع تقدم مستوى جيد، لان انا كنت بعول على 67,000 متفرج اللي هيحضروا لها في المدرجات، ودي يعني قوه دافعه لاي حد. وبالفعل هم لحد الهدف الاول في مباراه البرتغال ادوا بشكل كويس، لكن انهاروا بسبب قله الخبرات، ثم التعادل الرائع طبعا مع بطل العالم منتخب فرنسا. لكن النهارده هم هيلعبوا في ميونخ، فالافضليه بتاعه اللعب على الارض والجمهور دي هتكون مش موجوده، فاعتقد ان المنتخب الالماني قادر بعد مستوى مباراه البرتغال انه يتخطاهم يعني بسهوله. طيب قبل ما ندخل في فرنسا والبرتغال بالتفصيل، تعالى نشوف كده اهم العناوين الصحف قالت ايه على الماتشات بتاعه المنتخبات الاوروبيه في اليورو. نبتدي بسبورت الاسبانيه. طيب نروح للاول الصحف البريطانيه. سان سبورت قالت طبعا ركزت على فوز انجلترا على منتخب التشيك 1-0. وطيب نروح لسبورت الاول وقالت الحقيقه انه لاروخا بتكلم طبعا على المنتخب الاسباني، وكلمت كمان على ديمبلي عثمان ديمبلي نجم برشلونه انه خارج المنحوس. المنحوس صحيح. يعني لعيب امكانياته يعني من ايام ما كان في بروسيا دورتموند، تقول ده مستقبل طبعا فرنسا طبعا في كره القدم، ورغم كده من اصابه لاصابه لاصابه سواء مع البارسا او مع منتخب فرنسا. طيب نروح ل الموندو ديبورتيفو اللي كتبت الحقيقه يمكن خوردي البا تصدر الغلاف واحتماليه انتقاله للانتر، انتر ناسيونالي طبعا الايطالي. ويمكن في كتير من الصفقات اللي على هامش اليورو دكتور وليد، ناس كتير بتتكلم على انتقالات، وهستعرض مع حضرتك برضو اهم الاخبار. وطبعا وي دونت جيف ان اف، ده طبعا العنوان اللي تصدر صحيفه ذا سان او الميرور تحديدا. رحيم ستيرلينج طبعا لتالق، اعتقد انه اعاده اكتشاف سان سبورت بيتكلم على رحيم ستيرلينج ودوره في مع منتخب انجلترا في بطوله اليورو. طبعا ظهر يعني بوجه مختلف عن اللي ظهر عليه السيزون ده في الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي، كان بعيد عن حسابات جوارديولا بشكل كبير لانه اداؤه كان متراجع الحقيقه. لكن نقدر نقول لجاريث ساوثجيت هو من اللعيبه اللي عنده قناعه كبيره جدا بيهم واداله ثقه، وبالتالي كان على قدر هذه الثقه حد دلوقتي. ميرور سبورت قالت انه الفوز الان، وطبعا كل ده على خلفيه فوز منتخب انجلترا على التشيك. بعتقد انه المنتخب الانجليزي يعني قدم عروض جيده في دور المجموعات وقدر ان هو يتاهل طبعا، والنتائج منطقيه. حتى التعادل مع اسكتلندا هو ديربي بريطاني، يعني دايما النتائج فيه بتبقى الماتش بيبقى صعب، ويعني اسكتلندا خسرت ماتشين وقدام انجلترا، فيعني خرجت بنقطه التعادل عملت مستحيل، لان هو المباراه بتحمل يعني وجه الكرامه بالنسبه لهم دايما الدربيات دي. لكن برضه الصحف الانجليزيه انت عارف في حاله تفخيم بتبقى كبيره قوي في المنتخب الانجليزي، وان كنت اتمنى ان المنتخب الانجليزي يكمل مشواره ونشوفه لحد دور الثمانيه على الاقل، عشان انا بزعل لما حد من الكبار بيخرج الحقيقه. صحيح. نروح لايطاليا وتحديدا كوريري ديلو سبورت، والحقيقه اللي يمكن كلمت في المانشيت الرئيسي على طبعا مواجهه فرنسا والبرتغال، وقالت انه رونالدو من اجل اثبات الذات للبي اس جي النادي الفرنسي الاشهر طبعا، والكلام كتير كان عن انتقاله لباريس سان جيرمان بعد البطوله. ومن الممكن زي ما حضرتك قلت برضو كنا بنتكلم في الفاصل انه
يكون انتقال رونالدو للبي اس جي هو كمان متزامن مع انتقال امبابي لريال مدريد. ما هو في السرعه العبقريه اللي احنا رجعنا منها طبعا. بعد الفاصل طبعا والتحدي بين امبابي وكريستيانو رونالدو. امبابي ماسك كاس العالم ورونالدو ماسك كاس اليورو أوروبا. طبعا كل واحد فيهم بطل اخر بطوله كبيره، كل واحد فيهم عنده لقب كبير، كل واحد فيهم سوبر ستار، وان كان طبعا رونالدو الاستمراريه لكن هو القادم امبابي. فهو كمان هيكون تحدي من نوع مختلف، لان زي ما انت قلت واحنا اتكلمنا ان في كده عمليه تبادل ادوار، رونالدو قد ياخذ مكان امبابي في باريس سان جيرمان، وسبحان الله قد يكون امبابي يبدا رحله نجاح مشابهه لرحله نجاح كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، وبالتالي الاسمين مرتبطين ببعض بشكل كبير طبعا بخلاف التحدي العظيم الكبير الكروي اللي هيكون في مباراه النهارده. نتكلم على ماتش النهارده بقى الفرقتين. يعني انا كنت السؤال اللي سالته بعد ماتش، انا كان من وجهه نظري ماتش المانيا والبرتغالي واحد من افضل الماتشات اللي اتقدمت طبعا في دور المجموعات، لكن كان السؤال ازاي منتخب زي المنتخب البرتغالي حامل اللقب ومدجج في كل الخطوط، يعني من اول روبن دياز وبيبي في خط دفاعه، جواو كانسيلو كمان في خط الدفاع، عندك خط هجوم وخط وسط ناري، دييغو جوتا، برناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، برونو فرنانديز، بتتكلم على منتخب يعني منتخب بطل معظمهم في التوب فورم كمان وازاي يخسر قدام منتخب المانيا بعد ما كان متقدم كمان بنتيجه 4-2 وفرصه النهارده في مواجهه فرنسا طبعا لقاء في منتهى الصعوبه. شوف هو روبرتو مارتينيز المدير المدير الفني لا اسمه ايه اسمه ده من على بالي هجيبه واحنا جاي مدير فني المنتخب البرتغال سانتوس سوري لان الاثنين اصل مارتينيز وسانتوس بالنسبه لي من الاسامي اللي انا مقتنع جدا بيهم وشايفهم اندر ريتد بشكل كبير. أوكي. مدير فني طبعا مارتينيز للمنتخب بلجيكا وسانتوس مدير الفني للمنتخب البرتغال. الاسمين على الرغم من الاداء الجيد اللي بيقدموه مع منتخباتهم لكن طبيعه الكره بتاعتهم المنضبطه الى حد ما بعيدا عن شكل الاشكال التيكي تاكا وفتح الملعب، فدايما بتخلي اساميهم مش مطروحه في قوائم الافضل بشكل كبير، فبالنسبه لي انا بحس ان الاثنين دول مظلومين، لكن سانتوس الحقيقه المباراه اللي فاتت كان بعيد عن التركيز، لانه كان عنده جبهه واضح جدا ان هي مخترقه بشكل مستمر طول المباراه اللي جاب السميدو طبعا اللي كان بيلعب عليها جوسنز، وجوسنز ده كمان من اكتشافات اليورو السنه دي، الظهير الرائع للظهير الجناح بقى لاتلانتا والمنتخب الالماني واحد اللعيبه اللي هيكون ليها مستقبل كبير جدا في الكره العالميه واحد الاسماء اللي هتكون مطروحه في سوق الانتقالات بشكل كبير بعد اليورو بما اننا جبنا سيره سوق الانتقالات. يعني قاعد ما كانش مركز انه مخترق من هذه الجبهه وكل هجمات المنتخب الالماني تقريبا، زائد طبعا بعض التوفيق في هدفين عكسيين في بدايه المباراه لصالح المانيا، لكن ده ما ينفيش ان كان في تسيد الماني للمباراه من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه الاخيره، حتى الهدف بتاع البرتغال طبعا هجمه مرتده صنعها من البدايه كريستيانو رونالدو بتحرك عظيم ثم هو اللي انهاها كمان، فنقدر نقول ان تفوق يواكيم لوف على سانتوس في المباراه، تفوق تكتيكي زائد جوه الملعب معظم لاعبي البرتغال كانوا اوت اوف ذا فورم. الماتش ده كان في لقطه يمكن اثارت اهتمام الصحف ونجوم الكوره، حتى يمكن اعتقد كنت قريت تصريح لكلينسمان طبعا مهاجم المنتخب الالماني بينتقد فيه بشده، عارف اللقطه اللي رونالدو شمس فيها روديجر مدافع المانيا وراح لاعب الكوره بكعبه وعمل انه هياخدها بايده، اللقطه دي الصحافه ركزت عليها كتير وناس كتير جدا وتحديدا في المانيا هاجموا رونالدو ووصفوه ان هو يعني في حاله استعلاء او حاله غرور. ده حقيقي هو رونالدو هو اوقات بيحب يستمتع برضه، لكن الالمان انت عارف هم مش الدرجات يا دكتور يعني النتيجه والدنيا مش ماشيه، بس هي الفكره ان التصريحات اللي خرجت من المانيا ومن كلينسمان وغيره قال لك احنا لو لاعب الماني اللي في الموقف ده مش هنعمل كده لاننا ما بنفكرش بالشكل ده، فكانه يعني كان بيضرب هو بيرد او اعتبرها اهانه فبيرد الاهانه في صميم الشخصيه او التكوين في قلب كريستيانو رونالدو، يعني احنا ما بنهتمش بين قوسين بالتفاهات. تعالى نتابع الارقام الخاصه بمشاركه فرنسا وبرتغال، بس بعد ما نروح لفاصل اخير وسريع جدا ونرجع نكمل نستعرض مع حضراتكم بقى ارقام المنتخبين في يورو 2020. ديشان في مواجهه سانتوس، فرنسا في مواجهه البرتغال،
امبابي في مواجهة رونالدو النهاردة في أرض الملعب، كتيبة تتخط قيمتها المليار دولار. هل نشوف بقى مستوى ومردود يا دكتور وليد يوازي أو يساوي المليارات اللي بنتكلم على الحقيقة يمكن أهم نجوم العالم في المنتخبين؟ آه طبعا، ولو ما شفناش النهاردة هنشوف إمتى؟ يعني أولا كل النجوم حاضرة، المعطيات بتاعة المباراة لازم كل فريق يفوز. ما فيش حاجة اسمها تعادل، ما فيش حاجة اسمها الهزيمة، وإن كان التعادل يخدم فرنسا إلى حد ما، تضمنش ما تضمنش الصدارة. صحيح، يعني ما تضمنش الصدارة. فرنسا لو خدت مركز ثاني هتلعب انجلترا، فهي اللي تدخل نفسها في مواجهة صعبة وهتلعب انجلترا ويمبلي. كمان في ويمبلي وفي جماهير وبتاع طبعا. فيعني اكيد كل واحد بيتحاشى ان الصدمات الكبيرة دي مبكرة. لكن الثلاثة الكبار في المجموعة، المانيا فرنسا البرتغال، كل فريق منهم عنده فرصة في الصدارة النهاردة. طبعا يعني أي حد منهم بيطمح أنه يفنش الدور المجموعات متصدر للمجموعة بتاعته. بالظبط. طب نتابع معاك، تقرأ لنا كده يعني لو ابتدينا مقارنة على مستوى المشوار، الأرقام بتاعت كل منتخب في البطولة. طبعا هو كل فريق منهم لعب مباراتين، الجولة الأولى والتانية. فرنسا فازت وتعادلت، فبالتالي حصدت 4 نقاط في مقابل خسارة وفوز للمنتخب البرتغالي برصدها 3 نقاط. طبعا التعادل كان من نصيب فرنسا في مباراة، قلنا البرتغال فازت طبعا مع المجر، لكن البرتغال خسرت من ألمانيا وفازت على المجر في المباراة الأولى. فرنسا أحرزت 2 بس، ودي حصيلة برضو مش كبيرة بالنسبة لبطل عالم وعنده بنزيما. بالنسبة لجريزمان وبنزيما كنا عمالين نعد في الهجوم والسرعات، أحرزوا 2 بس في المقابل 5 أهداف لمنتخب البرتغال، ودي حصيلة جيدة. وطبعا رفعها 3 أهداف في المباراة الأولى قدام منتخب المجر، ولما فتحت يعني في آخر المباراة. فرنسا هجومها أكيد أفضل من دفاعها أفضل من البرتغال، لأنها استقبلت 1 بس من منتخب المجر في مقابل 4 أهداف استقبلتها البرتغال، كلهم طبعا كانوا من المنتخب الألماني. طيب نشوف بقى المديرين الفنيين اللي بيتحكموا في الكتائب دي. يعني أنا قلت إنه فرنسا في بداية البطولة عندها فرقتين ينفع إنها تشارك بيهم في تبقى عقلية ديدي ديشان. صحيح هو وصل معهم للقب كأس عالم، لكن لغاية دلوقتي ما قدموش في البطولة دي المردود اللي يقول إنه فرنسا تليق بإنها تكون مرشح أول. ونفس الحكاية بالنسبة للبرتغال اللي برضه منتخب يعتبر حامل لقب، يعتبر مدجج بالنجوم، ما قدمش المردود اللي يقول إنه جاي يدافع عن اللقب. نشوف المقارنة ونقرأ معاك أرقام الاثنين مديرين فنيين مع منتخباته. طبعا 2 من ابرز المديرين الفنيين دلوقتي باعتبارهم، يعني احدهم بطل العالم واحدهم بطل اليورو، ديدي ديشان. هو المدير الفني منتخب فرنسا، خاض معاهم 115 مباراه في مقابل 86 مباراة خاضها فرناندو سانتوس. 76 فوز لديدي ديشان مقابل 54 فوز لسانتوس مع منتخب البرتغال. 21 تعادل حققهم ديشان مع فرنسا في مقابل 18 تعادل لسانتوس مع البرتغال. وتهزم ديشان 18 مباراة في مقابل 14 هزيمة لسانتوس. أحرز ديدي ديشان مع أو منتخب فرنسا بقى أحرز 227 هدف مع ديشان في مقابل 180 هدف أحرزهم المنتخب البرتغالي مع فرناندو سانتوس. واستقبلت شباك المنتخب الفرنسي مع ديدي ديشان 93 هدف في مقابل 70 هدف استقبلتهم شباك المنتخب البرتغالي. الحقيقة الاثنين مدرستهم قريبه من بعض. احنا كنا اتكلمنا في الحلقه التقديميه لليورو وقلنا ان ديدي ديشان مش من انصار الكره اللعب المفتوح والمثلثات والتيكي تاكا، هو عارف ان عنده سرعات وقوه بدنيه ومهارات، لكن هو بيوظف هذه المهارات في شكل تكتيكي معين، ان هو عنده التزام وانضباط لاقصى مدى ممكن، ثم الاعتماد على السرعات طبعا متمثله في مبابي، متمثله في جريزمان، المتمثله في كريم بنزيما بعد عودته طبعا، زائد خط الوسط الرائع جدا بقياده كانتي وبوجبا وتوليسي او رابيو على حسب اللي بيلعب. في المقابل المدرسه قريبه جدا كمان، وان كان الالتزام الدفاعي والشكل الدفاعي لمنتخب البرتغال اقوى كمان مع فرناندو سانتوس، لانه مثلا البطوله اللي فاتت في يورو 2016 صعد على المجموعه 3 تعادلات، ما حققش اي فوز، وصعد من ضمن افضل تواليب بفارق 1، ومع ذلك كمل مشواره باقل عدد اهداف ممكن لحد ما كسب طبعا خطف فرنسا. وده بعد مهم من ابعاد مباراه النهارده، طار طبعا طار بين الاثنين مدربين غير طار المنتخبين. لان سانتوس في باريس خطف اليورو من بين انياب ديشان، وكان ديشان في هذه بعد هذه البطوله على اعتاب يعني الاقاله، وتلقى نقد لازع للغايه. انا فاكر انا يعني عناوين الصحافه الفرنسيه اللي المفروض ان هي لايت كده، يعني ده الصحافه الفرنسيه فرنسا بقى
كان في هجوم فوق ما تتخيل طبعا. ومع ذلك طبعا الاتحاد الفرنسي تمسك بيه وبالفعل واثبت انه جدير وفاز بالمونديال بعده. على مستوى النجوم الافراد يعني انا بيتهيالي في اكتر من مواجهه فرديه، يعني حضرتك يمكن اتكلمت في الاول بعد الدخول على لقطه مبابي وهو ماسك كاس العالم وكريستيانو رونالدو وماسك كاس اوروبا، انه المواجهه بين الايقونه كريستيانو رونالدو والايقونه القادمه الخليفه المنتظر، واعتقد كمان ممكن نقول في مواجهه بين بنزيما وبين رفيق الدرب والكفاح وكريستيانو رونالدو بعد برضه ما كان في نوع من انواع صحيح كانوا زملاء فريق واحد لكن برضه كان في الحته دي بينهم دايما والمقارنه دايما الميديا هي كمان اللي صنعتها والجماهير، لان دايما الوقت ده كان كريستيانو رونالدو كان هو طبعا كريستال تورتا وكان هو واخد اللقطه وكان هو النجم الفريق الاوحد، وكان ساعتها الكلام عن كريم بنزيما كان عدد اهدافه معدل اهدافه اقل من دلوقتي، وكان دايما يقال عليه انه مهاجم يفتح المساحات لكريستيانو رونالدو وغير مطلوب منه التهديف، وكان محطوط في بوتقه كده وفي كورنر مش كورنر راس حربه، وكان بيتعرض لانتقادات حتى من جماهير ريال مدريد انفسهم. ايوه الحقيقه كريم بنزيما بعد رحيل كريستيانو رونالدو اثبت ان هو مهاجم يعتمد عليه ومهاجم من الطراز الرفيع ومن افضل منتخب فرنسا بعد سنين طويله جدا، طبعا يعني اكبر الاتحاد الفرنسي وديدييه ديشان على استدعائه من جديد، ومش بس لمجرد انه اسم، لا هو فعلا بيقدم مواسم رائعه، كان احد اهم اسباب فوز ريال مدريد بالدوري السنه اللي قبل اللي فاتت بقى بما ان خلاص السنه دي خلصت لاتلتيكو مدريد. فدي مواجهه اثبات ذات لكريم بنزيما، لانه في مباراه زي دي لما يواجه كريستيانو رونالدو ويخرج كريم بنزيما متالق ومحرز اهداف كمان هو لسه ما سجلش لحد دلوقتي في اليورو بعد الهاله والبروباجندا اللي اتعملت على عودته، فاعتقد دي هتكون مواجهه مهمه جدا. كمان في مواجهه تانية في وسط الملعب بين الرفيقين والصديقين برونو فرنانديز وبول بوجبا، الاثنين الزميلين في مانشستر يونايتد، وبرضه الحقيقه قدوم فرنانديز لمانشستر يونايتد كان هيترتب عليه رحيل بول بوجبا او اقتراب بول بوجبا من الرحيل، لانه قيل ان ده خد ادواره وان كان سولشاير قدر يعمل يعني الهارموني والميكس ما بين الاثنين، ففي بينهم برضه تحدي كده من نوع مختلف. فهي المباراه الحقيقه مليانه تفاصيل، احنا لو قعدنا ندور كده في الارقام اتمنى بس انها يكون فيها كره ممتعه النهارده نتمنى. عموما البطوله افرزت على المنتخب، احنا كنا بنتكلم الاول في المقدمات على انه المنتخبات باسمائها وقدرات نجومها، النهارده بعد واحنا بنفنش دور المجموعات شايف منتخب كشر عن انيابه، شايف منتخب تقول انه قدم عروض تخلينا نقول الفرقه دي او المنتخب ده جاي يحقق لقب بطوله اليورو. شوف الفرقه اللي هي او الاداء اللي يخليك تقول وانت مطمن الفرقه دي هتاخد البطوله لسه ما وصلناش للحته دي، لكن في فريق اقنعك قوي منتخب ايطاليا، وده برضو اتكلمنا فيه في قبل اليورو ما يبدا، وقلت لك ان في قوه كلاسيكيه راجعه للصوره من جديد مع القوه الاوريدي موجوده وعلى راسها المنتخب الايطالي، انتظر منه بطوله عظيمه. طبعا اتمنى بما اني كمان احد مشجعي ايطاليا يعني، فاتمنى ان الاداء والشكل ده يكمل لحد نهايه البطوله، لان مانشيني مدرب تخليك تحترم تجربته جدا، يعني متفق معاك مليون في المية. في ناس كده انت حتى لو ما بتشجعهمش بس بتكون مقدر الشغل اللي عامله ده، راجل غير جلد وتاريخ كرة بتاع بلد كاملة يعني. وحط كمان على كلامك دكتور وليد القماشة اللي معاه يعني طبعاً. معهوش السوبر ستارز اللي كنا دايما متعودين الكرة الإيطالية دفاعا وهجوما بتقدمهم لينا، لا الراجل الحقيقة عارف ياخد القماشة ويشتغل عليها ويقدم لنا صورة منتخب محترم جدا بيقدم كرة يعني رائعة بصراحة. ده حقيقي. بعض المنتخبات التانية تسيدت وتصدرت لكن لسه ما ادتلكش الانطباع ان انا بطل. بلجيكا كسبت الثلاث ماتشات وخدت النقاط الكاملة الفول مارك، لكن لسه ما فيش مواجهات تقيلة تقول لا ممكن. هولندا الحقيقة ظهرت افضل مما انا كنت متوقع وتصدرت برضو بالعلامة الكاملة، لكن لسه ما تقدرش تقول ان هي في المواجهة الكبيرة ممكن تحسم وتكمل. انجلترا ظهرت جيدة وكل شيء، لكن لسه ما قالكش انا منتخب بطل. فرنسا منتظرين النهارده، ممكن فرنسا تورينا بقى وجهها الحقيقي النهارده قدام البرتغال او العكس، يمكن ولو البرتغال النهارده لا هيظهر امتى صحيح لانه في خطوره على فرنسا يعني. النهارده البرتغال لو كسبت والمانيا كسبوا الاثنين هيبقوا ست نقاط، وفرنسا تروح ثالث وتدخل برضه في سكه صعبه وممكن البرتغال، ما البرتغال احنا انت كنت لسه حضرتك بتتكلم برضه في البدايه ان هو منتخب مدجج بالنجوم ومنتخب كبير ومنتخب بطل، ممكن هو اللي يورينا فعلا صوره حامل اللقب، وممكن هو اللي يقول لا انا اللي هاخد البطوله وكريستيانو رونالدو وكاتبته يكسبوا فرنسا وياكدوا ان هم قادرين يكملوا لنهايه المشوار. مين عارف
نستعرض مع بعض النقط التحليليه لفرق البطوله بقى، يعني ناخد للارقام مين اقوى هجوم، مين اقوى دفاع. انت كنت بتكلمني في الفاصل يمكن على ظاهره الاهداف العكسيه في البطوله دي. غريبه جدا. يعني انا عايز اقول لك ان قبل البطوله دي كان عندنا حوالي 9 اهداف عكسيه في البطوله من 60 سنه. البطولة دي لوحدها على مدار بطولة تاريخ اليورو 9 أهداف عكسية. البطولة دي لوحدها لحد دلوقتي بهدف النهاردة بتاع دوبرافكا الحارس سلوفاكيا في مرماه قدام إسبانيا وصلت لسبع أهداف، يعني قربنا نعادل تاريخ البطولة يعني كله. يعني جولين كمان ونكسر الرقم. الغريب إن ما حصلش إن حارس دخل في مرماه هدف في تاريخ البطولة. في البطولة دي حصلت 3 مرات، هراديكي وتشيزني والنهاردة دوبرافكا، فدي حاجه غريبه. اول مره في التاريخ ان اول هدف في اليورو يبقى هدف عكسي بتاع ديميرال لاعب المنتخب التركي في مرماه، برضو دي كانت حاجه غريبه. اول مره في تاريخ اليورو فريق يسجل في نفسه هدفين في مباراه واحده، عملها منتخب البرتغال قدام منتخب المانيا. اول مره في تاريخ اليورو كمان منتخب يدخل في نفسه هدف عكسي ويستفيد من هدف عكسي لصالحه، منتخب المانيا مات هوملز دخل في نفسه قدام منتخب فرنسا، ونسينا نقول كمان ان هدف من الهدفين بتوع فرنسا كان هدف عكسي، يعني هم احرزوا هدف واحد وقدام منتخب البرتغال استفادوا من هدفين. فالحقيقه حصيله الارقام القياسيه العكسيه دي غريبه جدا. طيب نبدا مع حضراتكم نشوف كده الارقام بتاعه المنتخبات. اقوى خط هجوم طبعا منتخب هولندا، قدم وجه مختلف غير اللي كنا متوقع. فرانك دي بور كان بيلاقي انتقادات رهيبه في الاعلام الهولندي، لكن حقيقه منتخب هولندا حلو، شكله حلو وشويه شباب ودومفريس يعني دايما هولندا بتقدم كره حلوه في البدايات، وكمان عندهم مدرسه تقديم النجوم دي، يعني دايما من الدوري الهولندي يطلع على مدار التاريخ طبعا اكبر النجوم اللي لعبوا مفرقه لكل اوروبا. صحيح. وفي اوقات كتير جدا باسماء شبه مغموره انديتهم عندها القدره انها توصل يعني لمراكز متقدمه في او مراتب متقدمه في البطولات الاوروبيه. ده حتى من قريب اكس اعتقد كان وصل قبل نهائي وخرج قدام توتنهام في طبعًا في مفاجاه. دايما اكس مع ان الدوله صغيره وعدد سكانها صغير، لكن سبحان الله هم منجم مواهب يعني. صحيح. طيب هولندا اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع طبعا عندنا 3 منتخبات لم تستقبل اهداف، ايطاليا وانجلترا والسويد لحد دلوقتي، لان قد يعني تستقبل الهدف الله اعلم من ليفاندوفسكي ورفاقه. اكتر معدل استحواذ منتخب اسبانيا، هذا بقى برضو من ظواهر لان منتخب اسبانيا عمل اعلى استحواذ في تاريخ اليورو في اول مباراه قدام السويد 85% وما احرزش اهداف، وتعادل كمان باستحواذ عظيم جدا قدام بولندا المباراه اللي فاتت، استحواذ سلبي لويس انريكي ومحتاج يراجع قدراته طبعا. واعتقد مراته مضيع ضربه جزاء في ماتش وجابوا هدفين هو يعني اسبانيا جاي يعني هي بس كان فكره تحويل او اللمسه قبل الاخيره، هم بيستحوذوا وبيعملوا كل حاجه بس بيبقى ناقصهم اللمستين الاسيست والهدف. اوكي. فهي دي مشكله. طيب. الاعلى واكثر معدل تمريرات صحيحه عند اسبانيا برضو. اسبانيا 763 تمريره من 848 ب 90%. تمام. اكثر معدل تصويبات ايطاليا. تمام. عرضيات. 6 من 18. اكثر معدل عرضيات اسبانيا 24. من احد الاسلحه زي ما قلت لك هم تيكي تاكا لكن سلبيه، ففي الاخر بيضطروا يعملوا العرض ما بيعرفوش يختاروا. يعني هو ما عندوش الاوراق اللي تعمل له تيكي تاكا برشلونه 2009 ما عندوش ده. طيب اضعف خط هجوم طبعا المنتخبات اللي معظمها خيب الامال، لكن في بعض منتخبات الحقيقه لا يعني مثلا منتخب المجر احرز هدف لكن ظهر بشكل افضل ما كنا متوقع. تركيا خيبت الامال تماما. كان الكل متوقع ان ممكن تكون الحصان الاسود. فنلندا اول بطوله كبيره فمقبول طبعًا. اسكتلندا برضو مقبول. اسبانيا هو اللي طبعا اللي مش مقبول لكنها خلاص عدت وجابت هدفين النهارده فعدت المرحله بتاعت اضعف خط هجوم. ألعب خط دفاع تركيا استقبلت 8 ومقدونيا الشماليه 8 وروسيا 7 طبعا ارقام سلبيه جدا. اقل معدل استحواذ السويد وده الحقيقه من ضمن السويد من غير ابره برضو طبعا قوة عنيفة لكن بصراحة. هو طبيعه الحقيقه لعب منتخب السويد كتير هم كده بيقفلوا وبيعملوا هجمات مرتده. ده واحد من اعظم الاهداف اللي سجلت في تاريخ كره القدم كان في ماتش السويد وانجلترا طبعًا. دبل كيك من بره ال 18 في جوهر اعتقد من الدور الثالث. صحيح. ابراهيموفيتش طبعا. طيب اقل معدل استحواذ السويد قلنا السويد 30 اقل معدل تمريرات اقل معدل تصويبات على المرمى بقى منتخب المجر سجل يعني صوب 3 بس على المرمى من ضمن 5 ده المتوسط بتاعهم ويعني الى حد ما
مقبول بالنسبه للمنتخب. تتفق معايا انه من بعد انتهاء دور المجموعات من بعد ماتشات النهارده تبدا اليورو في نسختها الحقيقيه وتبدا الماتشات ذات سخونه وتبدا المنافسه بين المنتخبات ده المنتظر. في مواجهات هتبقى كبيره في دور ال 16 وفي مواجهات تبقى طبعا اكبر بقى في دور الثمانيه مع تقدم الادوار، لكن اتوقع ان شاء الله ان المستوى يرتفع اكتر وقت. متابعين مع حضرتك، ويمكن كمان على الاسبوع اللي جاي كده تكون كوبا امريكا دخلت في مراحل اكثر سخونه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا، نورتنا وشرفتنا دكتور وليد، واتمنى الناس وحضرتك وانا نستمتع بلقاء ممتع النهارده بين البرتغال وفرنسا. شكرا استاذ احمد، دايما باسعد بالتواجد معاك عبر شاشه الاهلي، وخلينا نستمتع باليورو وننتظر الافضل ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، كل التوفيق لنسور الجزيره نجوم النادي الاهلي المارد الاحمر في لقاء ان شاء الله يوم السبت المقبل الساعه 9 بتوقيت القاهره على ملعب الاهلي ويا سلام، الاهلي والترجي في اياب دور قبل النهائي دوري ابطال افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه، وقابلكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.